انا تامر حسني، هحاول اكلمكم النهارده بشكل بسيط جدا عن ازاي السوشيال ميديا ممكن تساهم بشكل ايجابي. الفن بيعني لي الطموح، فنان الشعب، ابدا من تحت الصفر لغايه ما اوصل لحلمي. احمد ربنا على محبه الناس، لان هي طالعه من قلبي، هم عارفين ان هي طالعه من قلبي. تامر نجم الجيل طبعا.